مرض الضغط هو أحد الأمراض المزمنة التي ممكن أنها تأثر على صحة الجسد والشخص. تعريف المرض المزمن للضغط هو وجود ارتفاع مستمر في ضغط الدم أكثر من 140/90. فإذا كانت معدلات الضغط مرتفعة بشكل مستمر على مدار أيام متعددة أكثر من معدلات 140/90 فهذا يعد مرض ضغط مزمن. ولكن إذا كانت معدلات الضغط مرتفعة ومن ثم تعود إلى معدلاتها الطبيعية، هذه الحالات قد تكون لها علاقة بعدم انتظام ضغط الدم، وهناك فرق ما بين مرض الضغط المزمن وما بين عدم انتظام ضغط الدم. ضغط الدم المزمن إذا تم تشخيص هذه الحالة ولها عدة مراحل في التشخيص وتأكيدها، فيجب على الشخص أنه يتناول العلاجات الدوائية، لأنه إذا لم يتناول العلاجات الدوائية سوف تعود عليه بمضاعفات. المضاعفات تبعت الضغط الغير معالج قد تؤثر على الدماغ، قد تؤثر على القلب، قد تؤثر على الشرايين وتؤثر على الكلى. فعشان هيك عدم الاهتمام بعلاج ضغط الدم وعن طريق العلاج الدوائي اللي له أهمية كتير كبيرة، فهذا الحكي ممكن يؤدي إلى حدوث بعض المضاعفات. طبعا مرض الضغط له أسباب، الأسباب تبعته في أكثر من 90-95% من الحالات هي أسباب أولية، وفي عندنا 5-10% من الحالات هي أسباب ثانوية. بإجراء الفحوصات الأولية من مخبرية وفحص لتقييم الضغط الأولي ببين معانا إذا هو له أسباب ثانوية، ولكن في معظمه هي أسباب أولية يتم علاجها. النصيحة اللي أنا بعطيها للأشخاص إنه إذا تم تشخيص مرض الضغط إنه يجب عليهم الالتزام بالعلاج الدوائي، وهو مهم جدا، وليس اللجوء إلى الأمور الأخرى مثل الأمور الأعشاب وغيره على أساس أنها بتنزل ضغط الدم. هذه لا تعالج مرض الضغط نهائيا. وشكرا لكم ولاستماعكم معنا.